امبارح اخبار حلوه، اول امبارح اخبار حلوه، اليوم اخبار شوي مزعجه. ما قلت انها مش حلوه، انا قلت بس مزعجه. انا اسمي ايهاب، هاي وراي سما سكاي. اذا كانت هاي اول مره لكم بالقناه فبتمنى منكم انكم تشتركوا بالقناه وتفعلوا الجرس. هلا خلونا نبدا فيديو اليوم. سلام. انا قلت في فيديوهاتي السابقه انه جهزوا حالكم تستلموا شيك تحفيز الاقتصاد الجديد، وانا عن نفسي مستعد اصرف من الكريدت كارد تاعتي قبل ما تيجي الفلوس عشان ادفع البطاقه. بس هذا الكلام طلع ما بينطبق على الكل، فعشان هيك انا برجع في كلامي. نبدا هذا الفيديو بلايك، هذا بيساعدني وبيساعد القناه كثير، فشكرا كثير لكم مقدما. الخطه الاقتصاديه الجديده مثال حي انه مش كل شيء كامل، وكثير من الاحيان في شغلات من الماضي بترجع، واللي بزعل انه هاي الشغلات بترجع في وقت الازمات. ما بدي اطول في موضوع كثير. شيك تحفيز الاقتصاد الاول، اصحاب الديون الخاصه واللي عليهم نفقه اولاد متاخره واي ديون للحكومه مثل ضريبه او غيره ما اخذوا الشيك ال 1200 دولار، حتى ازواجهم او زوجاتهم كمان خسروا الشيك اذا كانت قيمه الدين اكبر من قيمه الشيكين الاثنين مع بعض. المهم، في شيك تحفيز الاقتصاد الثاني، صناع القرار واللي كتبوا التشريعات كانوا اشطر من المره الاولى وتعلموا من غلطتهم وعملوا التشريع انه بيمنع فيه اصحاب الدين الخاص او الدين الحكومي انهم يقدروا ياخذوا الشيك، وبهيك ال 600 دولار وصلت كامله حتى اللي عليهم نفقه اولاد متاخره، ما انخصم عليهم الشيك. هلا بخصوص شيك تحفيز الاقتصاد الثالث. في ثلاث انواع للدين في امريكا، اول دين هو الدين الخاص بالضرائب الاي ار اس. اذا حدا ما دفع لهم بضلهم وراه عبال ما ياخذوا حقهم، وعلى فكره هي تعتبر فيلوني. فالحذر الحذر الحذر من هيك موضوع. ثاني دين هو الدين الحكومة، وثالث دين هو الدين الخاص زي بنوك كريدت كارد والأفراد. لو ما وصل لكم الشيك فلازم تعرفوا انه حيكون دين قديم رجع لكم. النفقة المتأخرة ما بتأثر على الشيك ولا حتى الدين الحكومي، لكن الدين اللي فيه قرار من قاضي ومسجل في موقع الريكوردر في الكاونتي تاعتكم، فهذا الدين راح يستلم الشيك قبل الشخص اللي المفروض يستلم الشيك. الدين حياخد الفلوس قبل الشخص. فإذا كان الدين أقل بيرجع لكم بقية الشيك، لكن إذا كان الدين أكثر فما راح يوصلكم شيء من الشيك. في كلام إنه ممكن يكون في تشريع مستقل خاص يحمي هذه الشيكات من إنها تتاخذ، لكن لهلا ما في شيء صار، ما في شيء توقع أو صوتوا عليه، فكل هذا بس مقترحات وتقريبا الوقت تأخر. لكن طمنوني شو بيصير معكم. هلا شو المتوقع يسوي الناس بشيك تحفيز الاقتصاد لما توصلهم؟ 52% من الناس حيدفعوا دين قديم، 28% من الناس رح يصرفوه، تقريبا 20% رح يحوشوه. أنا من 20%. على فكرة أنا دخلت على موقع الـ IRS عشان أشوف أداة Get My Payment إذا كانت موجودة، فطلعت لا مش موجودة ومش فعالة في الوقت الحالي، وإنهم قاعدين يرتبوا أمورهم لتطبيق القانون الجديد اللي تم توقيعه يوم 11 مارس. فإلنا رجع إن شاء الله بخصوص هذا الموضوع. فيديو اليوم مختصر عشان أوصل الفكرة بسرعة، وإذا حابين نعمل بث بالليل احكوا لي. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس. بشوفكم الفيديو الجاي. أنا وسكاي، تحياتي للجميع، سلام.